بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن معلومة جديدة عن المطر. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا اعتدنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. سورة الحجر آية 22. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: ما من عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل، ولكنه يمطر قوما ويحرم آخرون بمكان في البحر. إن هذا التفسير كان لدى علماءنا قبل أكثر من 14 قرنا، في زمن كانت أوروبا تزخر بالأساطير والخرافات. فقد فهم علماءنا من كتاب الله وسنة رسول الله أن كمية الماء المتساقطة كل عام ثابتة لا تتغير، وهذا ما واجهته العلماء في القرن العشرين. والسؤال: ألا تشهد هذه الآية على صدق كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله أعلم.